نعم. ايه اللي ظلمتهم كانوا كتار، وهلا اجى الوقت لتدفع ثمن افعالك. أمي، أمي رح أجي لتلاقي ماشي. شوفي لتلاقي كل شي بيتصلح. أنا رح ضل جنبك يا أمي، رح أجي معك، جاي فورا معك. أمي أمي رح ألحقك فورا. أمي رح أنقذك يا أمي. تعال هون سنان. سنان انت تعال هون. تركيني بابا. شلون؟ تركيني اضرب اخي، انت اخي الكبير بتمون اضرب. تعال اضربني مره تانية لترتاح. كيف قدرت تعمل هيك؟ كيف بتعمل هيك بابا؟ يا بني ادم لك هي امك شبك. في انسان ببلغ الشرطه عن امه شبك. كيف بدك تطلع بوشها بكره؟ ها كيف راح اكل لك عين تطلع بوشها؟ يا عيب الشوم عليك بس، ولا ثقيلة عنك ولا على الأولاد اللي مثلك. سنان طول بالك. سنان هدي حالك، لأنه حق بدك تضربه لأخوك ها؟ ما هذا الزلمة اللي خلاهم يحبسوا أمه بيستاهل. خلاص بقى، خلاص. أخرس عن جد؟ والله شيء غريب عن جد، أنت روح قول لابنك. قل له كيف عملت هيك؟ روح قل له هي أمك. ابني، أمي الوحيدة المذنبة بموضوع عائشة وأنا وأنت، ها؟ احكي. انت كمان ما صدقت البنت يلي بتحبها بالاول، مو مزبوط؟ يلا احكي لشو. بابا خلص سنان. خلاص احكي احكي شو صار. خلصنا إيه بابا. اتركوني. بلغت الشرطة عن امك ها؟ ارتحت هلا؟ هيك برد قلبك؟ هي امنا بس ما فيها تكون فوق القانون ابدا، فهمت؟ لا تنسى هالشي، اذا كانت عاملة جريمة بدها تتحاسب وتتعاقب وتدفع الثمن وبدها تتحاكم كمان. غلطة بده ينرد عليها. عن جد؟ عن جد. ما رح انسالك ياها. ايه ليش لا؟ لا تنسى، وانا ما رح انسالك هالكف بنوب. خلص سنان، هلا امشي معي، غسل وشك وايديك واهدى شوي. يا بابا شو هالحكي هاد؟ شو عم تقول؟ بالله شو عم تقول انت؟ مرتك راحت على السجن وانت بتقلي غسل وشك؟ طلع فيني. بنتواجه من هلا ورايح، بما انك ما عملت حساب لامك، لا انت اخي ولا انا بعرفك. بابا وين رايح؟ اوكن. فريد فريد، إذا في إلى حل الله يخليك روح وطالع على أمك ومنتصالح هون بين بعضنا. فوتوا تاع السجن ما رح تغير شي من الإيه، رح توقع بيناتنا أكتر وتكبر المشكلة. عايشة، معناتها أنت ما بتعرفين أمي عملت جريمة بتخبايت الدليل. مو مكتوب بالقانون إنه أم فريد وسنان مسمح لها تعمل جريمة إمتى ما بدها، وإنه ما تسأل عن النتيجة. القانون فوق الكل. همي خلصنا. فريد مقدم شكوى على أمه، إجت الشرطة وأخذت أزاتها، تخربطت الدنيا هون وتخانقوا الأخين مع بعض. شو عندك أخبار؟ في خبر رح يعجبك، أزادة صارت بالسجن. أيوة، يعني بلشت تحرقان وطلعت القصة براسها ما هيك؟
لا لسه ما بلشنا، يعني فينا نقول هلأ بلشت ضيقة عليهم. شو محرم علينا نفرح بوقعتهم؟ خليهم يدوقوا من الشيء اللي شربونا اياه ومنشوف. والله حلال عليه. يلا منحكي. صار لنا زمان كتير ما اجينا لهون. قولي لي، بين معك القارب تبعنا شي؟ بتذكر كنا نركب نحن الأربعة، كانت ضحكتنا توصل للسما ونحن بالبحر كنا منحب ومنوثق ببعض. هملنا القارب قام غرق، ندفن تحت البحر مع كل ذكرياتنا الحلوة اللي كانت عليه. هلأ فهمت ليش نحن هون. كان معك حق تزعليني. فهمتي لما تكرمتي وأعلنتي حبك لزوجي إنه رح يوجعني إلي أكتر من الكلمة هيك؟ بتقول أنا ما عملت أي شي غصبا عنك، بس طلعت السمية اللي كان مسمم حياتي من سنين من جواتي. أول مرة بنام مرتاحة. نمتي وارتحتي، بس خليتي غيرك بلا نوم. مو بس سرقتي زوجة أقرب رفيقة إليك، وسرقتي نومة. شو أعمل؟ بدك هنيكي؟ أبعت لك باقة ورد عبيتك؟ صرخي علي وسبيني، بدك اضربيني، ما رح دافع عن حالي قدامك أبداً. اللي قدامك هلأ مو بتولي اللي بتقدري تلعبي فيها كيف ما بدك. إذا حاولتي تخربي بيتي وجربتي تاخدي زوجي من إيدي، وقتها بتشوفي رح يصير شي ما بيعجبك يا هاندا. اسمعي لقلك، أنا بحبك كتير بتول، ومو ناوية فرق حدا عن حدا. لا تقلقي ابني، دفعت الثمن وخلص. عم يرد؟ ما رد. بابا عصب على عمي، بس عمي معه حق. ستي لعبت بحياة أختي عائشة عن جد، وأختي عائشة داقت الويل بسببها. يا حرام. طلعي فيني، كل يلي عملته ستك كان مشان ابنه وبس. يعني إذا صار معنا هيك شغلة شي يوم رح تبلغي عنا هيك بدك تقولي؟ أنا قصدي كل واحد لازم يتجازى على أغلاطه. أمي يعني عم تقولي لا تأمنوا فيني؟ يا ريت يكون في عادل عند الكل وبكل شي بهالدنيا. حبيبي بهالدنيا ما في هالشي. نحن رح يصير عنا ولد، بس انت لما بتعصب ما بتعود تشوف بعيونك. شو قصدك بهالحكي؟
لأنه حيصير عندي ولد بدك أتخلى عن الحق والعدالة؟ لأنه رح يصير عندي ولد خليهم يظلموا مرتي وأنا بسكت واللي بيمرق بيسلخني كف وبيمشي، مو هيك؟ لا أكيد مو هيك. بيقولوا علينا جدبان، معلش ما بيهمني يعرفوا حسن نيتنا أو يفهموا طيبة قلبنا. خلينا نكون نحن دائماً أحسن منه، ولا يكون حدا له حق عنا يا فريد. هادي اللي بدي إياه بهالحياة. فهمان عليك، بس أنا ما بفكر مثلك. كان عندي أستاذ بالجامعة كان يقول الإنسان اللي بيسكت عن الحق مو بس بيخسر شجاعته، بيخسر شرفه كمان. مزبوط، ما حدا رضي يشغلني لأني طلعت من السجن، حتى ما حدا اطلع بوشي. بس الحق ما بيضيع فريد. شوف، أمك خبت شي مشان ضل نايمة بالسجن، وإجت أنقذتني من الحريق، بعدين إجت لعندي واعتذرت مني. إيه؟ وإذا اعتذرت على أساس رح ننبسط ورح يتصلح كل شي؟ ليكي هي خدعتنا فريد. شوف، هذا هو اللي رح يفيدنا، ابننا. الطفل بيحتاج لأبوه قد ما بيحتاج لأمه، إذا مو أكتر. وأنا كمان محتاجتك فريد. لا هتتصرف بعصبية بعد اليوم، ممكن؟ بدي يكون بالي مرتاح، وبدي إياه. شوف أخي، ما بيقدر حدا يشوفها إلا محامية، لأنه أمك معتقل. عم قلك ممنوع، ما فهمت ليش عم تعاندني؟ معناتها حبسني معه، ها؟ بسني أنا التاني. يلا يا ربي صبرني. يلا يا أخي يلا، مو فاضيين عنا شغل. ماشي ماشي، خلص لا تدفش. ألو، ليك اسمع لقلك، محامي واحد ما بكفي، هاي العظيمة أزادة سانجاك زادة، بأجيب كم واحد عندك ثقة فيهم. ماشي، شوف شغلك، يلا. أخي سينان، إن شاء الله خير. أنت شو عم تعمل هون؟ ليكونوا هن بعتوك؟ لا أخي، ما حدا بعتني لهون، إجيت من حالي. رفيق الشرطي هون هو خبرني إنه جابوا أزادة خانو، قلت لحالي بيجي لهون، يمكن فيدكم. إيه، وين الباقي؟ ليش لحالك؟ شو بدك بالباقي؟ أعصابي تعبانة، لا تسأل على الباقي. ماشي يا أخي، ما رح أسأل. طيب، ما في تطور؟ ما قالوا شي؟ أحكي لك مع رفيقي. أنت من اللي ما بيظهروا اللي جواته، بس مبين إنك زعلان. هي من يوم يومها بتعاند، أنا نبهتها كتير وما كانت ترد لا علي ولا على الأولاد. هي بتبرر كل أفعالها وإنه اللي بتعمله هو الصح. خليها تقعد بالسجن شوي لتتعلم إنه كل اللي مفكرته صح طلع غلط. معقول ما حدا عنده شي غلط؟ أزادة بتفكر اللي بتعمله هو الصح وبس. أنا ما بعرف كيف عشت مع واحدة ما بتشبهني أبداً كل هالسنين، أنا مستغرب. وأنا هلأ بدي أسألك، كيف عشت معك كل هالوقت يا ترى؟ على كل حال، روق ولا تغصب. حتى إذا تسطحت شوي أحسن. إذا بدك مني أي شيء، أنا بغرفتي. لا تطول. ماشي أمي.
سنان، أنت مصدقني مو هيك ابني؟ كنت رح سلم الفيديو، كان بدي أظهر براءة عائشة. أنا بس كان بدي إياها تتربى بالسجن شوي، كنت متضايقة منه. أنا خفت يصير شي على فريد وتضايقت كتير، بس هلأ ندماني ابني، ندماني ندماني كتير. ليك أمي، يلي صار صار، لا تضايق حالك. هلأ جاي المحامي، أنا شرحت له كل الموضوع مشان الإفادة. القاضي رح يشوف القضية فورا، هيك قال لي. ايه، وقال لي كمان رح يترك إعلان الحكم حاليا، بس قال شو؟ فريد، شو صار؟ أمي، فريد قدم الشكوى بصفته محامي عائشة. ما عاد في شيء مهم يا سنان، عقوبة القاضي ما رح توجعني أكتر من اللي عمله ابني فيني، لأنه هالشي أصعب بكتير. حتى يمان إجي يتطمن، وأخي ما تنازل حتى يسأل. بس شو بدي أحكي، مع إنه هو السبب بفوتك لهون وأنا لسه عم بستنى. خلاص أنا قطعت له كرت أمي، أنا قطعت له كرت، وما عندي أخ بعد اليوم اسمه فريد. أوعك من هلأ ورايح لا تجي عيني بعينه، ولا يعانقني ولا يقرب عليه. سنان أمي، هذا مو أخي أبدا. سنان، لا أوعك تعمل هالشي أبدا، أوعك. أنتوا أخوات والضفر ما بيطلع من اللحم. يمكن الولاد يعذبوا ويغضبوا أمهاتهم، بس الأم ما بيهون عليها بولادها. هو ابني كمان، ما بدي اياه يتعذب أكتر. إذا انتزعت بيناتكم، أنا اللي بدي أتعذب ابني. والله تقيلة الشغلة اللي عملها فريد، تقيلة كتير أمي. طيب بعتذر على كل حال. الزيارة خلصت، يلا يا روحي. عملته آزادة خانم بعائشة خانم الإنسان ما بيعمله مع عدوه. خبيت دليل براءتها ولا كأنها عاملة شي، وهديك المسكينة نامت بالحبس الشهور بسببها، مو ظلم هاد؟ اسمعيني أيتان، ما بتستحي تحكي عن الخانم اللي حاويتك وتظلميها وهي بالسجن؟ شو عم اكذب أنا أختي كذبان؟ على أنه ظلم أنت عم تحكي؟ كذب ولا لا، بدك تسكتي، بدك تقعدي ساكتة، هي ستنا كلنا، كتير عيب نحكي عليها من وراها وهي بالسجن. وهي مو عيب عليها تخلي بنت صبية بالسجن وهي بتعرف إنها بريئة وما تعمل شي؟ شو كذبان؟ الضمير هو اللي بيخلي الإنسان إنسان. خير مرت عمي؟ أنت ما بتستحي؟ مين مفكرة حالك؟ مين عطاك الحق لتحكي هالحكي عن حماتي هيك قدام العاملات تبعنا؟ كلمة الحق والحكي بصراحة مو عيب ليمان، يستحي اللي بيحمي الظالم. يا ريتك كنتي حكيتي هيك بهالصراحة لما جوزك سرق مصاري أخوه. برأيي تعدي بلا صوت، عدي وادعي مشان أمي، وأوعي تنشري الفساد بهالقصر، عم تفهمي؟ فساد شو؟ انتي شو عم تقولي؟ انتي قليلي بأي صفة عم تحكي عن أمي أزادة هون وبهذا الأسلوب؟ المرة عملت معك منيحة وخلتك عايشة بهالقصر بعد الشي اللي عمله زوجك. وقفي عند حدك مرت عمي، فهمتي؟ الزمي حدودك. لسه عم قلك مرت عمي. ليمان، انتي تماديتي كتير. بغياب امي انا خانم هذا القصر، وقوانينها بدها تضل ماشية وكأنها موجودة بالقصر. اوعكن حدا يقلل من احترامي.
الكل رح يلزم حدوده. الحكي للكل. حبيبتي شوفي بقى جوزك شو عملك. حبيبتي عملتلك شوربة بتاخد العقل، ان شاء الله تعجبك. افتحي تمك لشوف اشربيها وهي سخنة. يسلموا ايديك، بس عن جد مالي نفس، مو جاي على بالي. شو هاي مو جاي على بالي بيصير يعني؟ يمكن انتي مو جاي على بالك، بس البيبي يعني اذا ما بيحكي وبيطلب بتخليه جوعان. يلا يا ماما يلا خلي البيبي يشبع. افتحي تمك، افتحي 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 افتحي. يلا ايوه اوب. خلص هاتا انا باكل. حياتي بعرف انك زعلتي على امي. شوفي يعني لو انا ما حكيت مشان احمي امي بصير شريك بالجريمه، وانا ما بقدر اعمل هيك. عرفتي هيك احسن للكل. بعرف. وشو رح يصير هلا؟ هالفيديو بيطلعني براءة؟ أكيد براءة عائشة، خلصت. واضح منيح إنه ما دخلك. بس بهاء مات، ما بيرجعوا الفيديو، ولا عرفنا مين هو المجرم الحقيقي. نحن أكتر شي بيهمنا تخلصي من هالقصة، صح؟ بعدين مندور على هالمجرم. بوعدك إني رح لاقي اللي قتل بهاء. رح يتعاقب مين ما كان يكون. انسي وخلي شغلة واحدة ببالك، ابننا اللي ببطنك. يلا. بس يعني ابننا ما رح يكبر بمعلقتين شوربة، صح؟ لهيك شو لازم نعمل هلأ؟ بتفتحي تمك كتير منيح. يلا. الطيارة جاية. يلا. طيب كتير، يسلموا ايديك. صحة وهنا. بس ملحة قليل شوي. شايف انت اللي ما بدك تستطعمي. لا تحكي عن شوربتي، دقتها وكانت كتير طيبة وبتجنن. بدك تاكليون يا ماما وتخلصيون. بابا اللي سواله ياهون يعني للخروف الصغير. تمام خلص. يلا يلا يلا. هاندا، شو رأيك تروحي لعند عمتك على أضنة؟ يعني بتشوفي أولاد عمتك، بتتعرفي على ناس جداد وبيفيدك هالشي. أولاد عمتي؟ منشان ما تضلي هون وتحكي حكي من فوق الأساطيح. بابا أنا ما عم أحكي من فوق الأساطيح، أنا هي أول مرة بعمل شغلة مزبوطة بحياتي كلها. رحت وحكيت وطلعت من جواتي كل شي كان مضايقني وعم يخنقني، بدي إياهم يعرفوا. وغير هيك أمي عم تاخدني لعند دكتور نفسي، عم يفيدني أكتر من أولاد عمتي. يلا تعالي فاتوش حطيه بالنص. طيب بدي قول. شبك فاتوش؟ شوفي بتمك حكي خير قليلي بنتي. ما بعرف كيف بدي ابدا لانكم رح تزعلوا. فاتوش احكي. اتصلت فيني ايتان وحكيت معها. الشرطة فتشت القصر. شو؟ وأخذوا آزادة خانم، قال في حدا مشتكي عليها.
شو عم تحكي انت؟ مين مشتكي وليش لا يشتكي عليها؟ فريد بيكي اللي مقدم الشكوى. شو؟ الشغلة إلها علاقة بقضية قتل بهاء. أزادة خانم مخبية فيديو من الأول حسب ما فهمت، وفريد بيك راح اشتكى. الفيديو وضح حقيقة إنه عائشة بريئة. طيب يا ترى شو كان في هذا الفيديو؟ بدك تقول أزادة خانم مكملة على طريقة أهلها من عائلة سانجاك زادة. شوف حكمة فريد، وصل لأمه فكرة إنه الأصبع اللي بتقطعه العدالة ما بيوجع يا عدنان. والله حلال عليه، معناته طبعه ما بيشبه أهله أبداً. ابن أبوه، أنا بشوف شخصيتي فيه. عم قول لحالي لا تحكي، بس ما عاد أقدر أمسك حالي يا عدنان. هالولد مختلف كتير عنك وعن أمه، مثل ما عم قلك، وإنت كمان خاف من ابنك هاد. وليش يعني بدي خاف أنا؟ اللي بيرجع أمه للطريق الصح بيرجع أبوه كمان. عنده كتير شغلات يعملها فيكم، لا تقول ما قلتلك. ها ليش شو عامل أنا ليرجعني للطريق الصح؟ لا تخبص، فتح عيونك وتطلع حواليك، شوف هالأراضي من وين جيت. لو بتركض فيها ما بتخلص، مساحتها كبيرة. حضرتك بتعتبرها حلال إلكم، بس بدي قلك في حقوق لليتامى والمساكين بمعظم الأراضي. عماك الظالم استولى عليها كلياتها، وأبوك متورط معه كمان، كسروا خاطر الكل. ولا تقول هذا الحكي ماله طعمي، اسمع مني، روح فورا واطلب السماح من اولاد هدول الناس. لا ترتكب اسم يا عدنان. بلا جنان هلا مروان، اللي بتقصده انه ندور بالشوارع ونوزع كل شيء للعالم؟ من مين بده يطلب العفو بعد كل هالسنين هي؟ بيقولوا الموت حق والميراث حلال، مو سمعانه يعني؟ عدنان هذا الميراث، اطلع الاسم حمل تقيل، اذا ما قدرت تشيله عن ظهرك ما رح تنجح بحياتك بشي. طلع الشعر على لساني مروان، لا تفتح الدفاتر القديمه، سكرها، خلصنا. طيب ماشي، ما عاد افتحها، بس شوف اذا ما فتحتها وجا واحد غيري وفتح عليك الدفاتر القديمه بدها تصير المشكله كبيره كتير ساعتها. عارف انه قد ما فكرت ما بيجي ببالي انه ممكن اقعد هيك انا وياك هون ونحكي همومنا. امي بالسجن بسبب اخي، وانا قاعد مع عدوي لا احكي همومي. بيقولوا رفيق القديم ما بيصير عدو. هيك بتقول؟ ما هيك فكر، نحن اعداء ولا رفقات؟ لو شو ما كان بتضلك أخي سينال، أنت أخي إن عصبت أو زعلت وخلص. يا ابني أنت غلطت كتير بحق فريد، أنت غلطت، لسه عم فكر فيها، يعني ما انبلعت. يعني يمان وفريد، يمان وفريد يا ابني، يعني كيف قدرت تخطط وتعمل هيك شغلة من ورا فريد؟ ما عم بستوعب، ما بتنبلع. أنت مفكرة كانت سهلة علي؟ لو تعرف شو صار فيني. شو صار يعني؟ شو صار معك يا ولد؟ احكي لي يلا. ها؟ انت بتعرف شو يلي صار بفريد؟ ها؟ شو يلي مرق فيه؟ ابني لو جيت لعنده وقلت له اخي حبيبي، شوف اخي انا عندي احساس انه كذا، احكي وقل له هيك الوضع، هذا يلي قدامك فريد، لو كنت شاهم معه كنت رجال، كنا وصلنا للي نحنا فيه. ما احكي بزندك. لو انت كنت بمحلي شو بتعمل؟ بتروح بتقله لا تتجوزها انا بحبها؟ سأل حالك عن جد، لو كنت يمان شو بتعمل؟ بمسحها، بمسحها بلا حب بلا عشق. مو احسن ما تعمل هيك؟ عيب، بتصير اختي بالدنيا والاخره. ابني فريد مشي مع هي البنت بالطريق، مو هيك؟ بتزيغ عينك عليها؟ أخي شو عملت أنا؟ شو عملت؟ وأنا مسحت هاندا ونسيتها كمان، مثل مشايف شفت بعينها. هاندا ما مسحتني، هاندا ما بدها تعتبرني أخوها، شو بدي أعمل أنا؟
أنا عرفت على حقيقتها من هداك اليوم. كل الوساخة والنجاسة طلعت من تحت رأسها، وعرفت تلعب فيك مثل ما بدك. ليك أخي سنان، بتعرف شو كان أكبر غلط أنا عملته؟ كنت من الأول بدي أحكي كل شيء لفريد، وأنا ما قدرت أقله. حتى بعد ما تشجعت أحكي شيء. إيه صدقت كتير يمان. طيب أنا معك، أنت تراجعت، بس تأخرت، فريد ما عاد يطلع بوشك. بعرف أخي منيح. شوف بتقول منيحة، بنت ظريفة، لا تزعلها، فهمت؟ عارف قيمتها. بعرف قيمة بتول منيح، معقول ما أعرف؟ اوعك تخسرها، فهمت؟ لا تغلط بحقها. معناتها إذا هي غلطت بحقي أنت بتتصرف. بكرة هاندا يمكن تيجي تلعب بديلة وتعمل شي قصة لتعلقك فيها. يا ويلك تلحقها. ما بتطلع بوشك والله. فهمت أخي. شوف أنت شو لك. شوف أخي، أنت اللي أكبر مني صح؟ بعمل اللي بدك يعني. يعني إذا أنا غلطت أنت بتشد لي إذني وبترجعني، مو؟ ألو حبيبي، الأكل جاهز، حبيت أسألك إذا جاي. هلأ عم ناكل أنا وأخي سينا، كلي يا روحي. ماشي؟ طيب مثل ما بدك. أول شي ببدأ بسينا، بدي جره لصف. بكل الأحوال منضل من دم واحد. أنت كنت تقلي الدم بحن، لازم يعرف إنه نحن أخوات هلأ أو بعدين. جازيتي بأسرع من ما توقعت أزادة خانو. لشوفك بالسجن حتندمي على الحكي اللي قلتي لي إياه ولا لا. لك لا تتصلي، رح يتصل فيكي. تقلي شوي، كل شي حيصير مثل ما بدك، بس اصبري شوي. بشو عم تفكر ومتشائم هالقد يا ترى؟ لا، جيت لشم هوا. مو هيك مبين على وشك؟ يلي بيشوفك بفكرك قلقت على أزادة، بس مستحيل. ليش بدي أقلق؟ إذا غلطاني بدها تدفع الثمن. إيه أكيد، كل واحد بيدفع ثمن غلطه، مو هيك؟ يعني كل واحد بيحصد يلي زرعه، مو على أساس لقوي اللي قتل بهاء من فترة؟ من وين طلع هالفيديو وشو يلي مصور فيه؟ فريد رح يضل ملاحق هاي القصة ورح تتخربط الدنيا. شو دخلنا؟ ليش انتي شغلي بالك فيه؟ شوفي صار برد وانتي طالعة هيك، هلأ بتبردي. دعي لجوا. ما كان لازم تطلعي هيك حبيبتي. لا تنامي هيك، انزلي تحت الحاف ونامي منيح وريحي حالك. يلا تعبت كتير. طيب قلبي، نامي وريحي حالك، هي أنا جنبك ما رح أتركك. أنا خليتك تتوجع كتير مع أنك ما بتستاهلي أبداً، ومو لحالي كمان، أمي، هاندا، بهاء، زعلناك، ما بقدر طلع هالوجع من جواتك وارمي، بس أنا بدي وادك رح خليكي سعيدة كتير عايشة. بدي حاول نسيكي كل شي.
نعيش ببيتنا مع أولادنا، نعيش كل عمرنا ونحن مطمنين، ونضل فرحانين دائما. يا ترى مين رح يطلع بيشبه؟ انتي أكيد. لهلأ ما عم بقدر صدق إنه في بيبي ببطني. عن جد هالشي مثل المعجزة، معجزة الحب. تعرف تهويدة بتنية؟ تهويدة؟ لما كنت صغيرة أبي كان يغني لي حتى نام، كان يغني صوته كتير حلو، وكنت أول ما أسمعه نام. أنت كمان رح تغني لأبنا تهويدة النوم؟ ما بعرف، بغني له. شو كانت هي؟ ما عم بتذكرها. استني لأتذكر كلماتها. يا بي يا بي يا بي شلوزر يا ولد وردة القلب بي مجس قلدرولة الشام نعم يا هيتوي.